الألوان التي تضم ما يقارب 70,000 نسمة. هذه القرية الحاضنة الحامية للمسجد الأقصى المبارك بهذه الجهات الثلاث تتعرض إلى هجمة شرسة جدا من قبل المؤسسة الصهيونية الإسرائيلية. هذه الهجمة تتمثل بمجزرة هدم المنازل، مجزرة هدم المنازل، يعني نحن نقف وخلفنا تماما حي البستان الذي فيه ما يقارب 90 عائلة، 90 عائلة مهددين، جميعهم مهددون بهدم منازلهم. ولأعلى حي واد حلوة الذي تسيطر عليه الجمعية الاستيطانية، جمعية العاد. وعندما نقول أن جمعية العاد تسيطر على هذا الحي، على هذا الشارع، على هذه المنطقة، نقول أنها تسيطر على 35% من بيوت واد أو من عقارات أو من منطقة واد حلوة بالكامل. واد الربابة أيضا الاستيطان فيه قد كشر عن أنيابه وأخذوا يلتهمون الأرض بما فيها. عين اللوزب ومسجد القعقاع لا يرعون حرمة لمسجد، لا يرعون حرمة لمسكن، لا يرعون حرمة لأي إنسان أبدا. جميع الحي مهدد أيضا بالهدم. لكن نتحدث عن غول ووحش الاستيطان، غول ووحش التهجير، التهجير بشتى أشكاله، لا يقف عند هدم المنازل، لا يقف عند المخالفات، بل يتعداه لتفريغ العقارات من بيتها. رجل يسكن في منزله منذ أقول مئات السنين، منذ آبائه وأجداده، ثم يأتي مشرد اليوم ليقول له أخرج من بيتي بقانون اخترعه. سلوان تئن، سلوان تشتكي، سلوان تتضرع إلى الله، سلوان تستفز كل غيور حرور شريف ذو مروءة، ذو دين، ذو وطنية، ذو همة، تستفزه لأن يقف الآن ويأخذ دوره وفي هذا المجال وفي هذا المكان. لن أهدم بيتي، هذا قرار، لن أهدم بيتي، لن أهدم متجري، لن أخرج من أرضي، لن أعطيهم ذرة تراب، لن أعطيهم أي شيء يريد، دون لن أصنع على شفاههم بسمة واحدة، بل سأبقى مبتسما، سأبقى منتصرا، سأبقى ثابتا، سأبقى بانيا، سأبقى زارعا. إن هدموا الحجر فلن يهدموا البشر، إن بنوا حجر فهناك بشرا يبني 1000 حجر، وإن قلعوا الشجرة فهناك بشر يبنون 1000 شجرة. لن نهدم بيوتنا، لن نخرج من بيوتنا، وسنقف وسنعتصم في أرضنا، وسنثبت في قدسنا، ولن نحيد أو نزيغ أو نبتعد عن سلواننا أبداً.